طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين. الأول حول تقرير صحيفة ليموند الفرنسية الذي أشار أن الحرب على تنظيم الدولة أتاح لإيران توسيع نفوذها في العراق وسوريا. ونناقش في المحور الثاني الخلافات الحادة بين البرلمان والحكومة حول الموازنة المالية لعام 2018. فاصل ونعود إليكم. أكدت صحيفة ليموند الفرنسية أن الحرب ضد تنظيم الدولة أتاحت لإيران توسيع تأثيرها في العراق وسوريا. وأضافت الصحيفة في مقال تحليلي لمسار الحرب ضد التنظيم بأن الانتهاء من المسلك البري الذي يمتد من طهران إلى البحر المتوسط عبر استعادة البكمال يعتبر حنينا إمبراطوريا لإيران. وأكدت الصحيفة أن وجود ميليشيات الحشد في المحافظات التي تمت استعادة السيطرة عليها رسم محيط منطقة تأثير إيرانية جديدة بصدد التشكيل. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. مرحلة الحرب على تنظيم الدولة ومن بعدها وكل نتائجها كان مدار بحث في مقال طويل لصحيفة ليموند الفرنسية. الزبدة من هذا المقال يقول إن إيران هي المستفيد الأكبر من هذه الحرب بعد أن أتاحت لها توسيع تأثيرها في العراق وسوريا عبر مسار يبدأ من طهران ويمر بالمحافظات العراقية التي أعيد السيطرة عليها، ومن ثم البوكمال على الحدود السورية العراقية وصولا إلى بيروت والبحر الأبيض المتوسط، وهو مسلك بري إيراني رأت ليموند فيه حنينا إمبراطوريا لطهران. على مستوى الجهوزية في تلبية نداء الإسلام في التمهيد لدولة العدل الإلهي، دولة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. تفصل الصحيفة الفرنسية هذا المسار وتبدأ بالعراق لتقول إن وجود ميليشيات الحشد في المحافظات التي شهدت أعمالا عسكرية رسم محيط منطقة تأثير إيرانية جديدة تمتد من محافظة ديالى على الحدود الإيرانية إلى محافظة الموصل على الحدود السورية، وتغطي قطاعات تمتد من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي. هذا الأمر وصفته ليموند بالمراحل الأولى من المسلك الإيراني في الشرق الأوسط. تعزيز المرحلة الأولى كان عبر جملة من الخطوات، منها بناء تحالفات مع زعامات قبلية تقضي بأن يسمح لها بإدارة بعض المؤسسات في مقابل خدمة المصالح الإيرانية ومدهم بالمال والسلاح، ولا سيما في محافظة ديالى لأهميتها الكبرى بالنسبة لطهران. وتتحدث الصحيفة الفرنسية عن خليط من الميليشيات التي شاركت في الحرب على تنظيم الدولة ورسم هذا المسار، ليتبين لها أن الذي يجمعها أيديولوجية إيرانية يقسم أفرادها بوفائهم للمرشد الإيراني فقط لا غير. على الضفة الأخرى وبالتحديد في سوريا، ساهمت الميليشيات الموالية لإيران ولا سيما ميليشيا حزب الله اللبناني في انتزاع السيطرة على مناطق كانت خاضعة لتنظيم الدولة، كما وساهمت في كثير من المعارك ضد قوات المعارضة السورية. وتؤكد الصحيفة أن الإيرانيين استثمروا في شبكات النظام بغية الحفاظ على حضور في الأجهزة الأمنية لضمان السيطرة على البلاد وتأمين طريقها البري إلى لبنان عبر مدينة القصر الحدودية، وكذلك ضمان حصتها الاستثمارية من عملية إعادة بناء سوريا. في نهاية المطاف تقول ليموند إن إيران هي الفائز الرئيسي من الحرب على تنظيم الدولة، ومن يشكك بذلك تدعوه الصحيفة للنظر إلى واقع بغداد ودمشق وبيروت وكيفية خضوعها للنفوذ الإيراني. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا الأستاذ شاهين محمد الكاتب والمحلل السياسي العراقي من السويد، والأستاذ أسامة الملوحي رئيس الهيئة السورية للإنقاذ من إسطنبول، فمرحبا بكما معنا. أستاذ شاهين محمد، يعني استمعنا إلى التقرير، في ظل تقرير صحيفة ليموند الفرنسية، برأيك هل تسمح إمكانيات إيران الاقتصادية والعسكرية والسياسية على المدى المتوسط والبعيد الحفاظ على ديمومة نفوذها في العراق وسوريا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة التصريح أو البحث الصحفي اللي قدمته ليموند هو ليس إدانة إلى إيران أو توضيح، بقدر ما هو أيضا تبرير لوجودها، كما هو تبرير لوجود قوات فرنسية موجودة في دول أخرى كما هو في أفريقيا، على أساس أنه الحجة هي المحافظة على المصالح. هذا هو الهدف الأساس بداية، ولكن في الحقيقة المشروع
المشروع هو ليس مشروع إيراني بالأساس، هو مشروع أمريكي، وهو مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي دفعت أمريكا إيران بلعب دور فيه مهم جدا، لأنه هذا يتماهى مع طموحاتها الإمبراطورية الفارسية في هذه المنطقة. أما إذا كانت إيران تريد أو قادرة على إدامة موقعها في العراق وسوريا وإيران، فهي لها مخطط، لأن مصالحها في أكثر من محور، وأهم محور تريد تنفيذه بداية هو المحور الاقتصادي، ونحن نعرف أن إيران هي تعتبر ثاني أكبر، تمتلك ثاني أكبر احتياطي من الغاز بعد روسيا، وذلك تريد أن تستفيد من تصدير النفط الغاز من إيران إلى سوريا من خلال العراق ثم البحر الأبيض المتوسط لإصداره إلى تصديره إلى إيطاليا واليونان عبر سوريا ولبنان. هذه العملية هي التي تدعم وجود إيران اقتصاديا في المنطقة. فإذا ما تحقق هذا المشروع الذي وقعت على ضوئه اتفاقية اقتصادية ما بين العراق وسوريا بمشروع تمديد مد هذا النفط الغاز انبوب الغاز ب 10 مليارات دولار قيمته، هذا المشروع لو نجح تستطيع إيران الاستمرار في تواجدها في هذه المنطقة على أساس الاقتصادي. أما المشروع السياسي وهو نحن نعرف تماما أنه هذا المشروع أمريكي، لأنه الدور الإيراني في المنطقة هو فقط إضعاف وتدمير مكونات العراق الاجتماعية في العراق وسوريا والأردن وكذلك في لبنان، لأنه هو هذا المشروع تفكيك المنطقة هو مشروع أمريكي لإيران دور، مع أنه أمريكا أدركت أن الدور الإيراني قد يتجاوز، ولذلك وضعت سياسة نعرفها دائما سمتها سياسة الاحتواء. فهذا الدور يعتمد على السنين على السنتين القادمة، كيف تكون وضع المنطقة في سوريا ووضع العراق. نعم أستاذ أسامة الملوحي، يعني كيف يمكن المقارنة بين ما جاء في استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرص على الحفاظ على توازن القوى لصالح واشنطن في منطقة الشرق الأوسط وبين النفوذ الإيراني المتزايد، خاصة مع بناء إيران قاعدة عسكرية كبيرة جنوبي العاصمة دمشق؟ أستاذ أسامة، أستاذ أسامة الملوحي هل تسمعني؟ نعم يبدو أنه نعم معك أسمع. نعم. نعم. سألتك أستاذ أسامة، نعم. يعني كيف يمكن المقارنة بين ما جاء في استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحرص على الحفاظ على توازن القوى لصالح واشنطن في منطقة الشرق الأوسط وبين النفوذ الإيراني المتزايد، خاصة مع بناء إيران لقاعدة عسكرية لها جنوبي العاصمة دمشق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة المستفيد يعني حسب المحور الرئيسي في هذه الحلقة، المستفيد الأول من الحرب على ما يسمى بداعش هو ليست فقط إيران وإنما هي أمريكا، وهناك أمر يخص صناعة العدو. أمريكا اشتغلت تماما على ما يسمى بصناعة العدو، صنعت عدوا بشكل مرتب وفيه تفاصيل كثيرة جدا لتكون موجودة في العراق أولا وفي المناطق المفيدة، أنا أقول في سوريا، وقد استطاعت أن تفعل ذلك. هي الآن تسيطر على عن طريق الميليشيات الكردية على ما هو شمال شرق الفرات، مناطق الجزيرة كلها تسيطر عليها اليوم، وبعض مناطق البادية تسيطر عليها أمريكا، وهنا هم يبحثون عن الثروات، عن النفط، عن المياه أيضا وعن الغاز. أنا أقول لك فيما يتعلق بقضية التوازن الذي يعني ذكرته، أن هناك حلف واضح للغاية، حلف إيراني أمريكي، وطبعا الكفة المسيطرة في هذا الحلف هي الكفة الأمريكية ترجح يعني وتسيطر، والسياسة الإيرانية لها يعني تستقي من التقية في الحقيقة عوامل كثيرة وآليات، فهي تستجيب للضغوط الأمريكية رغم الشتيمة الإعلامية المستمرة من إيران
ومن أنصار إيران تجاه أمريكا، لكن على في الحقيقة على الأرض هناك حلف قوي جدا. نعم. الذراع البرية تكاد تكون للتحالف الدولي بين قوسين اللي هو ضد داعش والإرهاب، هي ذراع إيرانية بنسبة 70-80%. فعلت ما فعلت في العراق، وهي تفعل ذراعها المتممة هي الميليشيات الكردية في سوريا. على كل الأحوال هناك تحالف إيراني أمريكي، واستفادوا من وجود داعش بشكل مبرمج وممنهج، وأمريكا اشتغلت على قضية أن تجعل من داعش عدو وأن تصنع عدوا تخاطب فيها الداخل الأمريكي، تقنعه بالحرب ضد داعش وتقنع كل الدول الحليفة لها. لذلك هذه كله طبعا على حساب أهل السنة. يعني عندما نتكلم عن المكونات بعنوان عام ونتجاهل التخصيص، هذا أمر يعني ليس جيدا. يجب أن نقول أن أهل السنة وإضعاف أهل السنة والسيطرة على أهل السنة أصبح أمر استراتيجي في فكر في الفكر الأمريكي، أقصد الحكومي طبعا، والفكر الروسي أقصد البوتيني طبعا. نعم. ويستفيدون من إيران فائدة كبرى، ولا أظن أنه في المدى القصير سيكون هناك خصام أو انفصال لهذا التحالف أو سلم لهذا التحالف بين أمريكا وإيران، خاصة أذكر أن أمريكا أن إيران تستجيب إذا كان هناك ضغوط من عن طريق إسرائيل عن طريق أي جهة أخرى تريد تقليص حجم الدور الإيراني، فإيران تتقلق حسب الرغبة الأمريكية، لأنها تعلم أنها يعني تتعاون وتتحالف مع نصير ومع من أنقذها وهو يعني الحليف الأمريكي الحليف وأيضا الروسي للأسف الشديد. أستاذ شاهين محمد، يعني أنت أشرت إلى أن يمكن لإيران من خلال الغاز أن تحافظ على ديمومتها في المنطقة. برأيك بعد مرحلة تنظيم الدولة، ما هي الخطوات التي يمكن أن تقوم بها إيران لتعزيز نفوذها في العراق؟ الدور الأول الذي يتوجب عليها إذا أرادت الديمومة وكما تخططه له أمريكا هو تفكيك الوضع الاجتماعي وتقسيم المجتمعات في العراق وسوريا. هذا العامل هو العامل الوحيد الذي يساعد إيران على الديمومة. الإضافة إلى أن الآن لو نشاهد هناك تقارب كبير ما بين إيران وبين القوات الكردية الديمقراطي الكردي الموجود في سوريا، هناك تعاون شديد فيما بينهم، لأنه إيران تحسب حساب لمصالحها ليس لمصالح المنطقة، وأيضا تفكر في إضعاف سوريا بشكل كانتونات. هذا الإضعاف هو الوحيد وهو الاستراتيجية الجديدة لإيران، فلذلك دمرت مناطقنا في الموصل وكذلك في الرمادي. نعم. فقط لوجود ديمومة اقتصادية وسياسية وأمنية لها في هذه المناطق. فإيران هي دورها واضح وتريد أن تلعب هذا الدور بشكل متكامل، ومثل ما أشار ضيفك الكريم أنه هو تعاون أمريكي إيراني على الأرض وفق مصالح متبادلة، وأحيانا تتشابك هذه المصالح، ولكن يبقى الدور الإيراني على الأرض هو تفكيك المجتمعات في العراق وسوريا، ومن أهمه هو إضعاف الحكومة في العراق وإضعاف الحكومة في سوريا. هي لا يهمها الأسد يبقى أو لا يبقى، لا يهمها أبدا نهائيا. إذا أرادت أن تضمن مصالحها بذهاب الأسد فستوقع مباشرة في أو هي تقوم بقتله. نعم. أستاذ أسامة الملوح، يعني هل يمكن أن نشهد خلافا واضحا بين روسيا وإيران حول المكاسب على الأرض في المرحلة المقبلة في سوريا؟ طبعا من الممكن أن يحصل هذا الخلاف، ولكن قلت لك تتبعوا السياسة الإيرانية بشكل جيد. السياسة الإيرانية لا تواجه القوى العظمى الكبرى خاصة القوى العسكرية، فلذلك إذا حصل الخلاف فستصل إيران إلى تسوية حتى لو على حساب تراجعها قليلا أمام الأطماع الروسية. لذلك هذا الخلاف وارد، ولكن دائما هو تحت السيطرة. سياسة إيرانية فيها الدقية بشكل واضح ومخيف. أيضا مع أمريكا لا ننسى وأذكر مرة أخرى أن هناك خمس الأراضي السورية تحت السيطرة الأمريكية، شمال وشمال شرق الفرات وبعض أجزاء من البادية هي تحت السيطرة الأمريكية عن طريق صنيعة البي دي وغيره.
لذلك هذا الأمر مهم جدا. وأيضا ألفت الانتباه في تقريركم ذكرتم عن الحلم الفارسي القديم بالتواصل أو بأن يكون هناك يعني خط بري متصل بين إيران وبين البحر الأبيض المتوسط. أنا أظن أن هذا الأمر قديم وفات وقته. إيران سيطرت على سوريا قبل أن يكون هذا التواصل الجغرافي يعني كامل، وهي موجودة في الساحل السوري وموجودة في كل أماكن، وحتى سفنها موجودة عبر يعني عبورها عن طريق قناة السويس بوجود السيسي وغيره. على كل الأحوال يعني التواصل، وأضيف أمر مهم جدا للغاية، من يعلم تفاصيل البادية السورية نقول له أن هذه البادية لن تكون لأحد لعشر سنوات قادمة. داعش خرجت من المدن لكن مجموعاتها الصغيرة منتشرة في كل البادية السورية، تستطيع قطع كل الطرق وتستطيع تحطيم أو ضرب كل الأنابيب التي هي موجودة الآن، أنابيب النفط، أو ممكن أن تكون يعني أن تنشأ أنابيب جديدة. لذلك لا تعتمدوا كثيرا على قضية أنه سيطرة إيران على ممر بري يصل إلى المتوسط، هي مسيطرة ووصلت إلى سوريا ووصلت إلى المتوسط بكل الوسائل. على كل الأحوال لكن تتبعوا الفوسفات، هناك عقد البادية السورية في أقصى الشرق، يعني هناك مناجم الفوسفات أخذت عقود بعيدة الأجل إيران منذ الآن، وهناك النفط وهناك الغاز حول تدمر وفي حقول شاعر أيضا، يعني هي تسعى بل أخذت وتأخذ باستمرار ثروات كثيرة في البادية، إيران تنافس عليها وهي حصلت وتحصل على ما تريد. ولكن هذا الأمر ليس بالسهولة على المدى البعيد، هذه المناطق لن يسيطر عليها على مدى عشر سنوات كما ذكرت لكم أي جهة يعني بهذه السهولة، تتعرض إلى هجمات، تتعرض إلى إجهاضات، والأمور لن تستقر لأحد بهذه السهولة. لا تأخذكم هذه الدعاية الصاخبة إن كان من الأمريكان أو كان من الإيرانيين. نعم أستاذ شاهين محمد، يعني في سؤال لرئيس جهاز الحماية والمعلومات في إقليم كردستان العراق خلال مؤتمر المنامة الأمني للجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بيترايوس، قال له متى ستواجه واشنطن النفوذ الإيراني في العراق وسوريا؟ بالفعل متى ستواجه واشنطن هذا النفوذ المتزايد برأيك؟ لا الحقيقة لا يمكن أن تتواجه أمريكا وإيران في أي نقطة، لأن الدور الإيراني مرسوم ومحدد، وإيران لا تجازف بمواجهة أمريكا. إيران لا زال لها دورها الكامل، ولا أعتقد هناك تقاطع رأي سيكون ما بين أمريكا وإيران لا على المدى القريب. إيران تتنازل عن كل مصالحها في حال أن أمريكا ضغطت عليها، لكنه المشروع الأمريكي مرتبط بالنشاط الإيراني. لكن أنا بعيدا حقيقة عن السياسة، أود أن أقول يعني كلمة لكل أهلنا في العراق وفي سوريا، أنه مصداقا لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا هلك فارس فلا، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، أنا مؤمن بهذا الحديث، وأنه لا مجال لنجاح الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة على المدى البعيد، وستهلك إيران حتما بهذا المشروع. ولكن لا تصطدم مع أمريكا، ولكن ستهزمها شعوبنا حقيقة المناضلة في سوريا والعراق وفي لبنان. نعم أستاذ أسامة الملوحي، على الأرض ليس هناك جهود عربية وغربية كذلك جدية لكبح النفوذ الإيراني في العراق وسوريا؟ لو تحدثنا عن الضغط العربي، لماذا غائب برأيك؟ هناك تحالف يا سيدي، يعني الحقيقة يجب أن لا نتجاهل حتى في الأسئلة أن هناك تحالف إيراني أمريكي، وروسيا أيضا لها علاقات قوية مع إيران، تنفذ على الأرض السورية كل الأمور العسكرية وغير العسكرية بتنسيق مستمر متبادل. يعني يجب علينا أن لا نغفل عما نكرره أن هناك حلف، وبالتالي مثلا لا أنا عربي، أين العرب من هذا النفوذ؟ أنا العرب لا يستطيعون مواجهة الإرادة الأمريكية ولا أن يعصوا أمريكا في شيء تريده، وأمريكا تريد التحالف الإيراني بينها وبين إيران أن يستمر هذا التحالف، لذلك العرب لا دور لهم. لذلك تجد أن هناك بعض الدول تضغط من أجل تقليص الدور الإيراني الإقليمي، ولكنها لا تستطيع أن تفعل أشياء بسيطة جدا،
والدور الإيراني ببساطة يستمر ويزداد برعاية أمريكية وبرعاية روسية وبتفاهمات مشتركة. التعاون الإيراني الأمريكي منذ أيام أفغانستان، ليس منذ اليوم، هذا أمر في أفغانستان، في العراق وفي سوريا، تحالف إيراني أمريكي نكرره ألف مرة، واضح جدا يا رجل. حتى البرزاني صديق أمريكا الذي قال وكرر قول والده وقال لدينا صديقان أمريكا والجبل، تخلت عنه وسلمت قدس الأقداس عند البرزاني اللي هي كركوك، سلمتها لقاسم سليماني، دخلها بحماية أمريكية وبطيران أمريكي يغطي. لذلك الصديق، هذا الصديق الحميم لأمريكا هي إيران، هي المنظومة الحاكمة في إيران. يجب أن نذكر ذلك مرارا، أن نجعل المشاهد في هذه الصورة الواضحة الحقيقية. أستاذ شاهين محمد، يعني ما هي السيناريوهات المتوقعة برأيك للنفوذ الإيراني في العراق؟ النفوذ الإيراني في العراق لا يتعدى السيطرة على الحكومة ومفاصلها، وهذا هو أهم شيء جوهر، وسوف لن يتغير، سيعطي دور أكثر لعناصره المعروفة وقيادات الميليشيات في العراق، سيعطيهم الدور الأكبر في قيادة الحكومة القادمة، لأنه لا يوجد نية في الجانب الأمريكي صاحب السيادة الأصلية في العراق أن يغير موقع إيران من الخارطة السياسية في العراق، فسيبقى دور إيران مهم جدا في تغيير الحكومة وتشخيص نسب البرلمان، والحكومات والوزارات المهمة ستبقى بيد إيران مباشرة دون تغيير، ولا يمكن لأحد، لا لأمريكا ولا غيرها، لأنه هذا الدور الإيراني محدد من أمريكا مسبقا، ولا تستطيع أمريكا التراجع عن هذا في الوقت الحاضر. وأما ما تتحدث عنه عن خلافات، فمثل ما أشار ضيفك الكريم، ليس هناك خلافات واضحة وصريحة. نعم، نفس التساؤل أستاذ أسامة الملوحي، ما هي السيناريوهات المتوقعة للنفوذ الإيراني في سوريا؟ هي نفس السيناريوهات التي تضعها أمريكا وتشارك فيها حتى روسيا، إلا إذا كان هناك جهود مضادة، الجهود المضادة الثورية في سوريا موجودة ومستمرة، لا يظنن أحد أن الثورة انتهت. هذه الجهود المضادة المعطلة للمشاريع المعادية للمنطقة موجودة، وإذا استمرت وإذا كثرت ويعني حصل هناك تفعيل وتنظيم لهذه الجهود، وطبعا الدول العربية تفوت الفرص، تفوت الفرص الاستراتيجية الخطيرة. نحن مجددا نذكر أهل السنة، لأن أهل السنة هم الأمة، هم الأمة، وسائر من خرج عنهم هم الطوائف. لذلك نقول أن هذا الزخم لدى أهل السنة الذي تعرض للتشويه عن طريق داعش وغير داعش، الذي هو الآن في أوج زخمه، في أوج عنفوانه، أي دولة عربية تستغل هذا العنفوان وهذا الزخم ولديها القدرات تستطيع أن تفعل أشياء مفصلية وتاريخية وتخرج المنطقة من التلاعب، هذا التلاعب الدولي أنا أسمي بين قوسين القذف. نعم، الأستاذ أسامة الملوحي رئيس الهيئة السورية للإنقاذ من إسطنبول كان معنا، شكرا جزيلا لك. وأرجو من الأستاذ شاهين محمد الكاتب والمحلل السياسي من السويد البقاء معنا لمناقشة المحور الثاني. فاصل ونعود إليكم أعزائي المشاهدين. مشاهدي قناة رافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيسات وعلى التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايسات على التردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد.
كشفت مصادر حكومية وبرلمانية عراقية عن إعادة البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المقبلة 2018 إلى الحكومة بسبب خلافات حادة على أكثر من 20 بندا، من أبرزها مسألة إعمار المدن وتعويض المتضررين والنازحين. يأتي ذلك في وقت تحاول الحكومة إقرار الموازنة قبيل عطلة رأس السنة عبر دفع البرلمان لعقد جلسة استثنائية لإقرارها، غير أن برلمانيين استبعدوا ذلك. نتابع هذا التقرير. موازنة عام 2018 في العراق باتت الشغلة الشاغلة للبرلمان والحكومة في بغداد بعد إخفاقهما في إقرارها حتى تاريخ هذا اليوم. مصادر حكومية وبرلمانية كشفت عن إعادة البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلى الحكومة بسبب خلافات حادة على أكثر من 20 بندا. أبرز بنود هذا الخلاف مسألة إعمار المدن المستعدة من سيطرة تنظيم الدولة وتعويض المتضررين والنازحين، فضلا عن موضوع توزيع الموازنة بين المحافظات واعتراض الأكراد على حصتهم السنوية. برلمانيون أكدوا أن إعادة الموازنة إلى الحكومة جرت الأسبوع الماضي، وأن هناك توافق سياسي بين الكتل لإعادة الموازنة إلى الحكومة لتعيد النظر فيها مجددا وترسلها إلى البرلمان لغرض المصادقة عليها. البرلمانيون أكدوا كذلك أن الموازنة لم تحوي قروضا ولا مشاريع خدمية أو تنموية ولا وظائف للمدن المستعدة من أيدي تنظيم الدولة، رغم تمتع المحافظات الأخرى بهذه الامتيازات. علاوة على ذلك، لعب اعتراض بعض الكتل البرلمانية على تخصيص مبالغ مالية للوقف الشيعي وعدم تخصيص أي مبالغ للوقفين السني والمسيحي وبقية الديانات في العراق لعب دورا كبيرا في إخفاق المصادقة وفق مسؤولين حكوميين. خبراء اقتصاديون يرون أن تأخر الموازنة لا يعني عجز الحكومة في بغداد من الاستمرار في دفع المرتبات وتمرير بعض المشاريع والنفقات التشغيلية اللازمة بطريقة الاقتراض من البنك المركزي، بينما يرى آخرون أن الخلاف الحالي حول الموازنة ليس اقتصاديا فقط، بل هو خلاف سياسي يتمثل في صراع الكتل السياسية داخل البرلمان، صراع يجعل من تمرير موازنة عام 2018 في المدى المنظور أمرا مستحيلا. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا الأستاذ شاهين محمد الكاتب والمحلل السياسي، والدكتور هلال الدليمي الكاتب والمحلل السياسي من عمان، فمرحبا بكما معنا. دكتور هلال الدليمي، إذا كانت موازنة 2018 التي صادق عليها العبادي في الشهر الماضي ليس في أولوياتها إعادة الإعمار وتعويض المتضررين، وليس هناك درجات وظيفية، فمن هي الشريحة المستفيدة من هذه الموازنة برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين والمتابعين هذه القضية في العراق والعاملين في الرافدين. أولا، الموازنة لعام 2018 هي لم تحدد بالأساس أم لم تطلق بالأساس لإعمار المدن التي دمرت عن قصد. هذا يجب أن نضعه في حساباتنا منذ البداية، وما يشاع أن هناك نية للإعمار هذا الكلام كله لم يكن عمليا في الموازنة ولم نجد له أثر على الإطلاق، بل على العكس. يعني هناك مبالغ خصصت للوقف الشيعي مثلا في مناطق لم تتضرر بل على الإطلاق، وبينما المناطق السنية لم يخصص لها، المناطق التي تعرضت للتدمير وللنهب والسلب وكما ما هو معروف من قبل التنظيم الدولة أو الحشد الذي لا يزال ينهب ويدمر في هذه المناطق ودمرت هذه المناطق عن قصد، لم يخصص لها مبالغ على الأقل في المناطق التي تختص بأذنى وإعادة المساجد التي لم يبقى منها شيء. الشيء الآخر أن الصراع السياسي على هو المسيطر على هذه الموازنة منذ البداية، وكان يرشح منذ البداية خلافا شديدا حول الموازنة لأنها لم تأخذ بنظر الاعتبار العدل في توزيع المبالغ على المحافظات ولا الدرجات الوظيفية ولا الأعمار ولا أي جزء من جزئيات
المناطق التي تعرضت للنزوح وتعرضت إلى. يعني برأيك هل هناك تعمد، هل هناك تعمد في هذا التشخيص أو التحديد؟ ليس هناك إعادة إعمار ولا تعويض في محافظات، وهناك وظائف في محافظات أخرى؟ هذا الكلام حقيقة عن الميزانية هي عبارة عن اختبار لوفر إيرادات للأحزاب المسيطرة على الحكم في العراق والمدعومة من قبل القوى الخارجية سواء كانت إيران أو غيرها، وتفرض إرادتها على الطرف الآخر إن هو طرف ضعيف في كل الأحوال، ومشاركته مجرد مشاركة لضرب الرماد على العيون وكسب منافع رخيصة. أما فرض إيرادات حقيقية لسكان هذه المناطق فلم نلاحظها منذ 2003 ولحد الآن. القضية هناك إذا لم يكن هناك تعمدا واضح للتهميش وعدم الاعتراف بالآخر حتى في داخل العملية السياسية حتى في الموازنة، هذا هو النفس الذي وضعت الموازنة على أساسه، وإلا من يفكر أن هنا وضع وظائف ومبالغ للوقف الشيعي مثلا ولم يخصص للوقف السني الذي تعرضت كل مساجده للتدمير. نعم أستاذ شاهين محمد، يعني عذرا على المقاطعة دكتور هلال، أستاذ شاهين محمد، العجز في موازنة عام 2018 يصل إلى 22 مليار دولار، كيف تقرأ الوضع الاقتصادي في العراق في العام المقبل؟ حقيقة الموازنة هي سياسة الحكومة وأهدافها المالية للسنة القادمة. حكومة لا تقرأ أنه 40% من السكان يعيشون تحت خط الفقر. هذه النسبة تعني كارثة اقتصادية للمجتمع العراقي، تعني تهديم للمستقبل العراقي 40%، مع أن تضع برنامج اقتصادي لسنة، ميزانية مترهلة سطحية ساذجة بدون أي رؤية استراتيجية، يعني باعتبار أنها قدموها يسموها الميزانية التقليدية، بمعنى أنهم رفعوا أرقام قديمة ووضعوا أرقام جديدة قياسا إلى مداخيلهم في النفط فقط. لا. هذا بمعنى أن هذه الحكومة الساذجة لا تفهم ولا تدرك معاني الاقتصاد وتأثيره على الفرد العراقي. هم هدفهم إيذاء الشعب العراقي وتدميره بكل النواحي. فموازنة كهذه حقيقة يعني ممكن أن أي شخص عادي يمكن أن يقدمها. هذه البرامج ضعيفة لأنه السياسة أصلا مقصودة هو تهديم المجتمع العراقي اقتصاديا واجتماعيا. مثلا الصحة وضعت لها 1.8 في مجتمع يعاني من التدهور الصحي بشكل بنسبة كبيرة جدا. المستشفيات جميعها تعاني من تردي الأوضاع وسوء الخدمات. التعليم الفاشل يضاف له 3.9% من الموازنة. هذه الموازنة ليست اقتصادية، وقدمها أكيد أشخاص مع الأسف يمكن على ما أظن خارج النطاق الاقتصاد. نعم دكتور هلال الدليمي، يعني تخفيض ميزانية إقليم كردستان العراق وتخفيض رواتب الموظفين لحساب تأمين رواتب ميليشيات الحشد، يعني لماذا لا يتم تخفيض رواتب البرلمانيين بما أنه البلد يعيش في أزمة اقتصادية؟ هذا لن يحصل، لأنه أولا ليس لدينا كما أشار الشاهين سلطة، لدينا سلطة ولا توجد لدينا حكومة، لأنه كل فقرات الموازنة مبنية على فرض الإيرادات وليس فرض الإيرادات. فرض الإيرادات هنا هو التقليص من حصة كردستان، التقليص من حصة المناطق المدمرة، عدم شمول المناطق في الأعمار، لا توجد نية بالأساس لإعادة الأعمار، أبقاء المشاكل الاقتصادية العالقة ما بين إقليم كردستان والحكومة المركزية أيضا قائمة لابتزاز الأكراد في هذه الناحية. فإذا هذه الأرقام وهذه الموازنة هي لفرض إيرادات
خارجية على الشعب العراقي بشكل عام وعلى المكونات الأخرى، وكل ما يجري من 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 التخفيض في الموازنة حول الرواتب البرلمانيين هذا لن يحصل، لأن البرلمانيين يعرفون أن الحكومة تعمل على إرضاء من يقر هذه الميزانية ولا تعمل على إرضاء الشعب، والدليل أن الميزانية المترهلة لصرف رواتب الميليشيات والحشد والمتنفذين والمتطفلين كان في أولويات هذه السلطة، لأن من يمتلك الدولة في الوقت الحاضر هم هؤلاء الميليشيات، ولا يستطيعون حقيقة العبث في نقطتين رواتب الميليشيات ورواتب البرلمانيين. نعم أستاذ شاهين محمد، يعني بحسب النائبة حنان الفتلاوي فإن 169 مليار دينار هي رواتب الأفواج الخاصة و420 مليار دينار فقط وقود لسيارات الأفواج الخاصة، بما يساوي نحو 600 مليار دينار. عن أي أزمة اقتصادية تتحدث عنها حكومة العبادي وكل هذه المليارات تصرف على حمايتهم الشخصية؟ وردت في الميزانية التخصصات إلى الخدمات أو ما يسمى في مخصصات الخدمات، حوالي 70% من الميزانية تذهب لهذه التفاصيل اللي ذكرتها جنابة. هاي المشكلة الأساس، الحكومة جاءت لنهب الشعب لم تأتي لغير ذلك، جاءت لنهب طاقات الشعب وخيراته وأمواله بهذه الطريقة إلى وقود سيارات ب 420 مليار، الطائرات لا تكلف هكذا مبالغ في وقودها في حركتها، فكيف بالسيارات؟ هذه العملية عملية ابتزاز للشعب العراقي وسرقة خيراته وهدر أمواله بالطريقة التي تناسب الكتل السياسية جميعها دون استثناء من أحد، من ما موجود في شمال العراق في وكتل الرمادي وكتل بغداد وكتل الموصل وكتل البصرة، كلها جميعها ناس صراف جاءوا لسرقة مصالح الشعب العراقي، وبالحقيقة ما أعلنه هو يعني عن بنود الموازنة يعني شيء يعني مضحك مبكي للشعب العراقي، يعني مثل ما ذكرنا أنه الصحة يضاف إلى 1.8 مخصصات، والبرلمانيين يأخذوا 70% والرئاسات والحمايات والميليشيات 72% 70% من الموازنة، هذه لم تحدث في التاريخ لأي دولة في العالم، هو فقط بالعراق. العطل اللي ركزتها الحكومة أيضا هي مفروض شعبة اقتصادية من الموازنة، لكن لم تحسب لها حساب. لا يوجد شعب في العالم عنده 150 يوم عطلة، 150 يوم عطلة إذا في 400 مليون دولار يوميا، لأنه هذه عطل مدفوعة مدفوعة من ميزانية الدولة. هذا التخبط الاقتصادي ناتج على أن الدولة فاشلة، هذه الدولة غير قادرة على إقامة مشروع اقتصادي واحد. فكيف تقيم بموازنة سليمة تجعل هناك برامج قد تخدم المجتمع العراقي أو برامج استثنائية لبعض الحالات، حالات مثلا المهاجرين، عندك التدمير في المدن لم تذكرها هذه، لأنه معتمد وجود الفساد أو الدولة هي فاسدة كلها، ليست وجود فساد، لا توجد حالة فساد لأن الدولة كلها فاسدة، هو المشروع كله فاسد يعني. نعم دكتور هلال الدليمي، يعني كل عام تحدث هناك خلافات ما بين البرلمان وما بين الحكومة حول إقرار الميزانية، كل عام يعني شهدنا العام الماضي والذي قبله، ولكن هناك تجري يعني مساومات حول هذه الميزانية يضمن فيها مخصصات البرلمانيين والوزراء وإلى آخره، وتمرر الميزانية المالية. هل برأيك سوف نشهد نفس أو تكرار نفس الحالة عندما تضمن المخصصات للبرلمانيين والوزراء وتمرر ميزانية عام 2018؟ طبعا هذا الأمر معتاد في الموازنة في السلطة الفاسدة في العراق،
كل ما تسعى إليه هو ضمان المصوتون، ضمان التمرير الميزانية ليوزع على جيش الفاسدين في هذه ما تسمى بين هلالين دولة، أي على العصابات. هذا جانب. الجانب الثاني أن إهمال الجانب التنموي منذ الاحتلال ولحد الآن لم نستشهد الميزانية جوانب تنموية، سواء كان هذا التنمية البشرية أو التنمية الاقتصادية، بل على العكس هو تدمير ما موجود واستهلاك ما موجود، ومن ثم التجاوز حتى على الاحتياط البنك المركزي وإفلاس الشعب العراقي من كل مقومات الاقتصاد الحقيقية، لأن هذا الاقتصاد أولا هو اقتصاد مبني على جانب واحد هو جانب النفط، والفساد الذي يشل الحركة الدولة منذ 14 عاما لا زال يتفاقم، وله الآن جيوش وله ميليشيات تحمي هذا الفساد. وبالتالي تسعى كل هذه الأطراف لضمان تمشية هذه الموازنة بمساومات وإغراءات ورتاوي لهذا الطرف أو ذاك لإسكاته وتمرير الميزانية، وهذا ما سيحصل. يعني هذا لا ليس جديدا أو ليس اتهاما، وإنما هذه هي سياسة خطة المنطقة الخضراء منذ أن وليت أمر العراق ولحد الآن. نعم، الدكتور هلال الدليمي الكاتب والمحلل السياسي من عمان، والأستاذ شاهين محمد الكاتب والمحلل السياسي من السويد، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.